موضوع هو اللي تعمل فيه الجمعية في موضوع هو جمعية الأعمال الاجتماعية في السكن، لأن الموضوع السكن، السكن الموضوع هو السكن الاقتصادي والاجتماعي دار الموظف. السكن الاقتصادي والاجتماعي في البداية ديال 2011، منذ 2011 هو منذ 2008 إن صح التعبير، وإنما منذ 2011 كان ذاك الحراك. 2012 تأسس شد هذا المكتب الحالي جمعية الأعمال الاجتماعية. في هذه الفترة هذه كانوا عندنا مستحقات كنستالوهم المجلس الجماعي، وفي الوقيته فاش خدينا الحقوق ديالنا ناضلنا حنا الموظفين، العمال اللي كاينين في البارك هو موظفين اللي سلم 6 وسلم 7، درنا واحد الحراك ووقفنا وقفات منذ 2011. هذا المكتب اللي كاين حاليا ديال الجمعيه هو كان في المكتب النقابي، وكنا قصيناه، ولكن دار واحد المبادره قلنا ماشي مشكل، هاد الناس هما اداريين ياخذوا هاد المبادره، ملي خداوها ماشي مشكل، وهما عندهم واحد الهدف، حنا ما كناش كنعرفوا هذاك الهدف، ماشي مشكل. هذيك الوقيته من بعد غادي تبين لنا الهدف. دخلنا خدينا مستحقات ديالنا، طلعات كانت 100 مليون اللي كتعطى للجمعيه، طلعت في ديك الوقيته طلعت 200 مليون، 50 مليون 180 مليون مخصص السكن الاقتصادي والاجتماعي، و20 مليون مخصص الاعمال الاجتماعيه فيها ثلاثه الحجاج، والشيء الاخر كيدار فيه التكريم ديال الموظفين او لا هذا. بغض النظر على واحد القضيه اللي كاينه باش نوضحها مزيان، ان البلديه بدات كتشيخ، يعني بداو المتقاعدين كيكونوا كثار من 3 ل 4، كل عام كيتزادوا المتقاعدين. هذا دوزنا العام الاول ب 180 مليون، العام الثاني ب 180 مليون، تشرات واحد الارض ديال هذا المجمع السكني اللي كنهضروا عليه دروكا، وهو مازال هاد المنحة كتصرح في الوقت ديالها، ما عمرها تعطلت، ولو كنت كتدخلي 200 مليون كل سنة، كل سنة في الوقت من بعد الجمع العام كدوز 200 مليون، يعني كدور كيدوز الدورات ديال المجلس كتخصص في الميزانية 200 مليون. الوقت اللي كدوز باش يتصرفوا المنحات راه كتصرف المنحة ديال الجمعية، هذا ما كيكونش التماطل ما عمره كان. ودخلنا في هذا السكن الاقتصادي والاجتماعي، ان انا اسطر على القضيه ديال السكن الاقتصادي والاجتماعي، لان حتى الخطابات ديال جلاله الملك هي دائما مشات للشق الاجتماعي، وهنا كنسطروا على القضيه ديال السكن الاقتصادي والاجتماعي. من بعد ديال 100 مليون 2013 و2014 هودت ل 150 مليون، و50 مليون كتبقى الاعمال الاجتماعيه. هنا التحول اللي كاين، هنا التحول اللي كاين، لان هذا تحول هزيتي من ميزانيه التجهيز ودرتيها في الميزانيه ديالها، خاصك تحيد من المصاريف وتحطها في التجهيز، انت هزيتي من التجهيز وحطيتي في الاعمال الاجتماعيه في التسيير. هنا تعني به الانشطه الاخرى، الانشطه الاخرى مثلا أنشطة أخرى، يعني كنقولوا رمضان، المسائل ديال رمضان، الإعانات ديال رمضان، حنا راه في غنى على الإعانات ديال رمضان. لا، الموظفين كياخذوا إعانات رمضان. صحيح، حنا في غنى على الإعانة، حنا موظفين. وكيكونوا الصوار وكيكون هذا، لأن هذا الموظف ما هذا هذا حنا كناخذوا صداقة، حنا ولينا كناخذوا صداقة في الأعمال الاجتماعية، كناخذوا صداقة في العود. فاش يهز عليك واحد الثقل ماشي ديال رمضان حنا كنصوموه، غنصوموه غير بالخبز واتاي، انا من هذا المنبر كنقول غادي نصوم بالخبز واتاي، صمنا بالخبز والماء في العمر ديالنا 54 سنه، راه ماشي كنا كنصوموا رمضان، يلاه ولينا كنصوموا رمضان. تهزت احنا تهزت من السكن وحطيتي زدتي 50 مليون، طلعتي على 50 مليون، مليار و120 مليون، مليار و120 مليون، إضافة للناس اللي مساهمين في السكن، الناس الموظفين اللي مساكن تقهروا وداهموا ساهموا تاهما بواحد القدر ديال مليار و120 مليون. هذا المليار و120 مليون ما فيهاش
20 مليون اللي خلصوا لا لا هذا دعم، هذا ميزانية الدولة، هذا من الفلوس من المال العام. احنا كنهضروا على المال العام. اما الناس اللي عطاو راه تقريبا عطاو تقريبا نفس المبلغ، نفس المبلغ اللي غادي يكون مليار وشي مليون، لان الا ضربنا 56 غير في 20 مليون لواحد، 56 في 20 راه كتعطي 120، كتعطي مليار جوج المليار وتقريبا واحد شي جوج المليار و40 مليون ولا 100 مليون. لان هذا حنا جايين، لان مازال لان هذيك الوقيته فاش ديكلاراو هاد الفلوس هما بوحدهم. غنعطيو المبلغ الاجمالي في الاخير، المبلغ الاجمالي راه خيالي، المبلغ الاجمالي بالنظر ل 57 بارتمان خيالي، لا يمكن، علامة الاستفهام كبيرة، لا يمكن. وهذا الشيء خاص يكون تحقيق في مالية الجمعية، يتفتح تحقيق دقيق في مالية الجمعية منذ 2012. وقفنا يوم الأربعاء، ما تذكرتش النهار بالضبط، في شهر جوج، واحد يوم الأربعاء ما تذكرتش النهار بالضبط، ربما يذكروني الإخوان. وقفنا لأن جمعية جاية باش تدير واحد الاجتماع على أساس، ماشي اجتماع، هو جمع عام استثنائي للمصادقة على البيع ديال واحد لاكريش كاينة تما، كاين في ذاك السكن الاجتماعي، ولا يمكن يبيعوا لاكريش، لا يمكن تباع، هذاك ملك ديال الجمعية، ما خصوش يتباع. وجايين باش نوقفوا على هذه المسائل، لأن داو لنا فلوسنا في السكن، في الاتفاقية الثانية تهزت 300 مليون وبغيتي تزيد مازال تبيع هذيك لاكريش. يا كيقولوا بان الفلوس غير واقفه في البنكه، غير واقفه في البنكه، يعني خصنا نكملوا بها هذا، راه تما نبيعوا لاكريش ونردوا هاد الفلوس. اش غيكملوا بها؟ يكملوا السكن اللي كاين الشطر الاول، والشطر الثاني ما هدروش فيه في 2018، وكيقولوا بان راه درنا اللائحه وصيفطناها للرئيس. من يقوم بالاعمال الاجتماعيه هنا اسطر، من يقوم بالاعمال الاجتماعيه هو الجمعيات الاعمال الاجتماعيه، الرئيس كيعطي المنحه ورؤساء دازو كيعطيو المنحه. هاد المشكل كاين ربما لم تخني الذاكره، كاين 1120 جمعيه في نزكان، وهادو كلهم تقريبا الا غناخذوا المنح اللي كياخذوا، ربما كانت في الاول كانت في 2016 ولا لكان باقي الذاكره عندي 2016، هي كان واحد المبلغ ديال 700 او 700 وشي حاجه ديال الملايين، وتفرقت على 1700 1120 ولا 100 وشي حاجه ديال الجمعيات. ومطالبين بتقرير الانشطه، مطالبين بالتقرير، ومطالبين بان الا بغيتي المنحه الجايه خصك تكون هكا وهكا، تكون عندك تقرير ويكون عندك الانشطه وتدلي بالانشطه اللي درتي وتدلي بالاعمال اللي درتي. هذه الجمعيه عندنا هنا كتشد 200 مليون، وهنا كندير واحد بين قوسين على الصحافه ديال انسكان، بالضبط الصحافه ديال انسكان منذ 2016 ولا 2017 كاين واحد الحراك كبير على الجمعيات، ولكن الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه ما عمرهم هضروا عليها شي واحد، ما عمر هضر عليها شي واحد. منين كتجيبي هادشي وفين كتديه؟ لان حنا كنقولوا منين كنجيبوا هاد الفلوس وفين كيمشيو. مؤخرا لان كنا فاش دخلنا الجمعيه كنا وقفنا هاد الامور ديال النضال، اللي لان حنا جسم واحد، ما يمكنش نضروا واحد الانسان كيف ما بغى يكون النوع ديالو في البلديه، لان في الاول وفي الاخر كنبقاو موظفين وغادي يمشيو حتى 63 سنه. ربما راه كاينين اللي مات، كاينين الناس اللي ماتوا وتعذبنا، تألمنا، ربما في الوجه ما غاداش يبان الالم، ولكن الداخل اقسم بالله انا في هذه اللحظه هذه الا تألمنا الناس شناهم في الفراش، انا شخصيا بعدا. الاعمال الاجتماعيه، لان هنا كنقولوا الاعمال الاجتماعيه ما تهزاش ديها في الانشطه، خلي واحد المبلغ يكون في الاعمال الاجتماعيه. اخيرا واحد العزو، واحد الحولي ديال العيد الكبير كنعطيوه لهذيك الارمل مرت ذاك الموظف اللي مات، نعطيوها ليها هذاك العام والعام الاخر، هذوك اللي تما يقلبوا على راسهم يمشيو يطلبوا واحد الجامع على شغلهم هذاك. وكنعرفوا بان الماندا ديال الانسان دابا راه كنقولوا الماندا، غنقول لك الماندا بروت، نقول لك الماندا بروت ديالنا حنا دابا حاليا اللي كنتخلصوا 84000، فيها الاوساخ، فيها شي حوايج اضافيه، هذا ولكن راه بمجرد الوفاه ديالي انا
الماندا كتنزل اكثر من النص. يعني المراه ديالي دابا انا الا توفيت انا اليوم غدا غادي تشد المراه ديالي تقريبا واحد 30000 ولا 26000 ولا 30 28000، لان كيتحيدوا دوك لي طونشيتي اللي كتطلع الماندا، كيتحيد واحد الوساخ، كيتحيد واحد الصالير زايد فوق من هذا، كتبقى الماندا بروت. الماندا بروت راه ما فيهاش هذه الامور هذه. هذا مشكل في جمعيات الاعمال الاجتماعيه، انا كنسطر لهم دائما كنقول لهم راه هذه جمعيات الاعمال الاجتماعيه، لان جمعيات الاعمال الاجتماعيه تعمل فيما هو اجتماعي، وهي اللي كتقلب على ما هو كاين في الساحه. كيوقفوا في شي حوايج، ولكن داك الشيء ناقص بزاف، لان كنشوفوا شي حوايج عندها، كنشوفوا شي حوايج اخرى طالعه بزاف. يعني دابا نتوما كموظفين الهم ديالكم هو الاول السكن، تهناو من السكن. اولا السكن قبل الحياه. ونزيدك واحد الاضافه، بمجرد الوفاه ديالي اليوم بمجرد الوفاه ديالي اليوم، غدا ولادي ما غاديش يستافدوا من جمعيه الاعمال الاجتماعيه الا في ديك الاضحيه. انا من هذا المنبر ديك الاضحيه ما يجيبوهاش للمراه عندي، الا مت انا اليوم ما يجيبوش للمراه عندي ديك الاضحيه، كاينين الناس اللي غادي يجيبوها لها. الا كانت كتشد صدقه تشدها صدقه من برا، ما تشدهاش من واحد البلاصه فنا فيها راجلها العمر ديالو، لان هذه راه الدوله وحنا كنخدموا مع الدوله ما كنخدموش مع شي واحد. ربما كاينين الاخوان راسلوا، كاينين مراسلات راسلوهم الاخوان، راسلوا بزاف، كاينين حتى هاد الاواخر خرجوا حتى صراعات ثنائيه، لان كاين واحد الملف كبير، في القضيه ديال الافتحاص ديال الماليه ديال الجمعيه منذ 2018 2019. واحد المنحه هزوا، هاد المنحه اللي هضرنا عليها هزوا داو السكن الاول. هاد المشكل هذا، هذاك السكن الاول هو اللي كيستافدوا منه هما، هو دابا كيستافدوا منه هما كاينين فيه، منخرطوا فيه من النهار الاول، وكيقولوا بان راه العجز ديال الموظفين. وانا لهاد اللحظه هذه غادي نصرح بواحد الحاجه كانت عندي، ربما بعض الموظفين كيعرفوها. اول اجتماع ديال السكن الاقتصادي والاجتماعي دار في المسرح البلدي، اول اجتماع، وجا المدير ديال الشركه العامه، جابوا المدير ديال الشركه العامه، واول هذاك الاول ديال الاجتماع اقسم بالله الا كانت 5 مليون في جيبي، اقسم بالله، وكاينين الناس اللي عارفين هذه 5 مليون كانت في جيبي. ولكن من خلال السؤال، والجواب، ما خلاوش التعقيب، السؤال اين هما الضمانات؟ اكتفي بهذه الضمانات ديال انا غادي نعطي الفلوس ديالي. لحد الان الضمانات ما كاينينش، ما موجودينش. كاين ضمان بان شاركتي في السكن الاقتصادي والاجتماعي، موظف شارك في السكن الاقتصادي والاجتماعي، اما عندك وثيقه تثبت بانك كاين وعد بالبيع من عند كاتب عمومي بلونطيط ديال المحامي، وهذا قانونيا ما كاينش. وكنتاسفوا، نتاسف كثيرا لهذه الامور هذه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.